اليوم رح نراجع كل شيء أخذناه عن المسلز of proximal upper limb ورح نشوف صور حقيقية عن جثث حقيقية لجسم الإنسان. مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. بالتسع محاضرات السابقة تعرفنا على مفاهيم معينة، على أشياء معينة كانت جديدة مختلفة عن البونز. بالأول ببداية الأبرلم عرفنا البونز، تعاملنا مع البونز، وهو من الجيد أنه شوي نستذكر، نرجع نستذكر البونز. إحنا لحد الآن تعاملنا، يعني أخذنا الاتاتشمنت مال اللي يعني العضلات اللي تتصل بالكلافيكل بالسكابولا وبجزء من الهيومرس بالبروكسيمال اند اوف ذا هيومرس. فمن الجميل انه نرجع نراجع البونز، هاي اول نقطه، ذني البونز فقط على الاقل، هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، احنا تحدثنا بشكل مختصر عن الافرنت فيسلز، عن الانرفيشن اللي ممكن يكون للأبر لم. طبعا أخذنا الكيوتينيوس إنرفيشن، الإنرفيشن مال المسلز بأول محاضرة من البارت الثاني للأبر لم، اللي هو كان يتحدث عن المسلز وعن السوفت تيشو. بلش بالسوفت تيشو وإن شاء الله بعد نتواصل بالمحاضرات ويكون الحديث أكثر بعد على السوفت تيشو، وهذا يعتبر البداية. كل اللي سويته لحد الآن بهذه المحاضرة والتسع محاضرات السابقة كان عبارة عن بداية إن شاء الله، وإن شاء الله نكمل. هاي نقطة. النقطة الثانية إنه اللي تعرفنا على السوبرفيشال فينز، طبعا ما أخذنا تفاصيل كثيرة، أخذنا أشياء إلى حد ما سطحية. أيضا الكيوتينيوس إنرفيشن مجرد أخذنا فكرة شنو معنات الدرماتوم، شنو معنات البايوتوم، شلون نتعامل وياهن، شلون نستفاد منهن، ولكن ما صارت عندنا الأدوات حتى نقدر نستعملها ونستفاد فعليا من عندهن. بعدها أخذنا عدة محاضرات كانت عن المسلز، تعرفنا على المسلز، عرفنا شلون نتعامل مع المسلز، سوينا لها الكلاسيفيكيشن. المفروض احنا هسه 15 مسل اللي هن البروكسيمال أبر لم مسلز أو المسلز أوف بروكسيمال أبر لم، احنا عندنا فكرة موسعة عنهن. اليوم اللي راح نتعرفه بشكل مختصر راح يكون عن ذني المسلز، ولكن راح نشوفهن على جثث حقيقية، شلون نميزهن، شلون نفكر تجاه أي عضلة أو تجاه العضلات اللي قاعد نشوفها أو تجاه الصورة اللي قاعد أشوفها، أميزها وأفكر شلون أفكر حتى أقدر أعرف هاي العضلة بالضبط شنو، ذيك العضلة بالضبط شنو. وبالمستقبل راح إن شاء الله يعني تتصاعد الأحداث حتى نوصل لفكرة إنه أنا لازم أميز ما بين الفين والأرتري والنيرف وإلى آخره من هاي structures، لازم أميز ما بيناتهن عن طريق صور حقيقية، وليس فقط إنه صور يعني رسومات، صور أوكي هي قريبة من الواقع وتمثل الجسم الحقيقي ولكن ليست صور حقيقية. فإحنا نريد نوصل لنقطة إنه لما أشوف أي صورة، أشوف أي جثة، أنا أقدر أميزها على الأقل من خلال الصور. وإن شاء الله مستقبلا يعني كل إحنا إن شاء الله ندخل غرفة العمليات وجثث الحقيقية ونشوف هذا الشيء حتى نكون أنفع ونكون متأكدين من معلوماتنا ونكون قادرين على الأداء العملي بالطب مستقبلا إن شاء الله. نشوف المحاضرة. طبعا مبدئيا عندنا هذا الملف، هذا ملف PDF رح أنشره ورح يكون موجود عندكم. من خلال هذا الملف تقدرون تراجعون، يعني تقرون أنتو وحدكم، يعني تقرون عندكم هذه البونز، أوكي هذا السكيلتون. طبعا هذا بصور حقيقية، يعني هذه جثث حقيقية امتزأوا من أدها العظام، ومثل ما تشوفون أنه مؤشر عليها، وأيضا عندكم كل الأسماء وكل شيء موجود، كل شيء عندكم واضح.
احنا راجعنا البونز كثيرا، فماكو داعي انه نرجع نراجعهن يعني من جديد، مجرد انه يعني انتو تراجعوهن بيناتكم يعني بينكم بين نفسكم، وبنفس الوقت انه تركيز يعني ما ضروري يكون كثير على العظام، فانه يعني من مشاهدتكم لهذه الصور فهو جدا كافي. وان شاء الله بالمستقبل انه اذا راجعنا يعني نسوي مراجعة عامة للأبر لمف، فرح يكون مراجعة على هيج نوع من الملفات. طبعا أدنى هذه محاضرة اليوم راح تكون بهذه الصيغة، بعد شوية راح نشوف تفاصيل أكثر وأعمق عن اللي قاعد نشوفه حاليا. طبعا مثل ما قاعد نشوف revision of upper limb الثانية، الأولى راح تلقوها برابط أسفل description، أو راح تطلع لكم كاقتراح بأعلى يمين الشاشة الآن. طبعا نبلش بأول سلايد. مثل ما قاعد نشوف هذه الصور حقيقية، هذه جثة حقيقية، يعني هاي ماخذ لها صورة بالكاميرا وجتنا لهنا بهذا المعنى. طبعا اولا راح تشوفون انه انا راح اتحدث فقط على اللي مسوي لهن هايلايت، الارقام اللي مسوي لها هايلايت فقط. عندنا طبعا اولا راح تكون هذه، طبعا هذه كلها ترابيزيس، على ما اعتقد انه الرسم يكون افضل. انا الان شلون راح احدد انه هذه الترابيزيس، هذه كلها شلون راح احدد انه هذه هي الترابيزيس، ليش دا اقول عليها ترابيزيس؟ اول شيء طبعا مثل ما قاعد نشوف انه هي الموست سوبرفيشال وان، احنا عندنا عضلتين يعني كبيرات يكونن سوبرفيشال بالبوستيرير. احنا قسمنا طبعا يعني سابقا قسمنا كانت اكو كلاسيفيكيشن، كان اكو فيديو خاص بالكلاسيفيكيشن اوف muscles، قسمنا احنا المسلز الى نوعين مبدئيا الى قسمين، اللي هو الاكزيو ابنديكولار muscles اوكي والسكابيولا هيومرال muscles. ذني القسمين الاكزيو ابنديكولار muscles قلنا اكو انتيريور وبوستيرير، احنا الان راح نتحدث عن البوستيرير. البوستيرير اكزيو ابنديكولار muscles قلنا انه هن نوعين اوكي، نوعين او بوستيرير اكزيو ابنديكولار muscles راح يكونن على طبقتين مو نوعين. الطبق السوبرفيشال راح اضم عندي الترابيزيوس، وراح اضم عندي اللاتسمس دورسي. مثل ما قاعد يشوف اللاتسمس دورسي، طبعا هذا الجزء هنا راح يكون ديب للترابيزيوس، جزء من اللاتسمس دورسي، هذا الجزء فقط راح يكون ديب للترابيزيوس، وباقي الجزء اكيد راح يكون ظاهر مثل ما قاعد نشوف. فهذه طبعا هذه راح تكون عبارة عن اللاتسمس دورسي، بينما هذه الترابيزيوس. هذا اولا مثل ما قاعد نشوف هو descending part of trapezius اللي هو راح يسوي elevation للشولدر، بينما عندي هذا الجزء اللي هو الترانسفيرس فايبرز او الميدل بارت اوف trapezius مثل ما قاعد نشوف. طبعا ترانسفيرس او مبدئيا هو اساسا يعني descending لانه نازل، مثل ما قاعد نشوف اتجاه الفايبرز نازل، بينما الترانسفيرس يعني اتجاه الفايبر صاير بهذا الاتجاه بشكل افقي، بينما الجزء الثالث راح يكون ascending يعني الفايبرز تكون شكلها صاعد. descending او descending fibers او descending part و middle part او transverse fibers وعندنا ascending fibers او ascending part بهذا المعنى. طبعا راح تسوي insertion على هذا الشيء اللي هو عبارة عن ال spine of the scapula. طبعا امسح كل شيء حتى يكون اوضح اوكي بهذا المعنى. فنشوف انه هذا الشيء العظمي اللي هو راح يكون subcutaneous، يعني راح اقدر اتلمسه وما مغطى بالعضلات، مغطى بشوية فاشة، وراح يكون هو subcutaneous. مثل ما قاعد يشوف هذا هو السباين اوف ذا سكابولا رقم 8، سباين اوف ذا سكابولا. وعندنا ايضا مثل ما قاعد نشوف عندنا هذه راح تكون الرومبويدز، هذه الرومبويدز. خلينا نتحدث بالاول على اللاتسمس دورسي، هذه اللاتسمس دورسي مثل ما قاعد نشوف عضله، فالترابيزيوس واللاتسمس دورسي عضلات جدا واضحه، احنا ما راح نعاني ابدا بمعرفتهم، فشي جدا سهل. عندنا من راح نشيل ذني الطبقتين اوكي، او سوري راح نشيل ذني العضلتين، الطبقه الاولى اللي هي السوبرفيشال، سوبرفيشال بوستيريو اكزيو ابنديكولار muscles اللي هن ترابيزيوس ولاتسمس دورسي، راح تطلع عندي باقي العضلات. فمثل ما قاعد نشوف هنا
عندي هذه الرومبويد ميجر، هذه الرومبويد ميجر، هذه طبعا هذه هذا السكابيلا، سو هذا راح يكون تحته السكابيلا مثل ما نشوف هذا السباين اوف ذا سكابيلا، فهذه راح تكون 10 اللي هي الانفرا سباينيتس مسل. اوكي انفرا سباينيتس مسل، طبعا هذا الابيض هو عباره عن الفاشا، الفاشا احنا اخذنا السوبرفيشال فاشا والديف فاشا، هذا الابيض هو عباره عن الديف فاشا ونسميه انفستنج فاشا. اوكي طبعا عندنا احنا التيرز ماينر، تيرز ماينر راح تكون اسفل من الـ من الانفرا انفرا سباينيتس بهذا المعنى، فراح نشوف ان هذه رقم 11 هي عباره عن التيرز ماينر مصل والفاشا مالتها. طبعا ما اعرف اذا واضحه عندكم بشكل دقيق ولا لا، ولكن تقريبا هي هذه هذه هذا الحدود هي عبارة عن الحدود مال التيرز ماينر. طبعا اللي تبقى عندي هو التيرز ماينر، مثل ما قاعد نشوف هذه هي التيرز ماينر، هذه هي عضلة كبيرة بحيث انه احنا شفناها بالسيرفس اناتومي انه مبينة، يعني عضلة نقدر نمسكها، يعني من السوبرفيشال نقدر نمسكها، وعضلة هي قوية ليست عضلة قليلة. مثل ما نعرف انه الانسرشن مالتها راح يكون بالهيومرس بالميديال ليب. طبعا هذه احنا المفروض هذه ما نتحدث عنها حاليا، ولكن اقتضت الاحوال انه نتحدث عنها ونقول انه هاي هي عباره عن اللونج هيد اوف ترايسيب سوبركياي مسل. طبعا هذه غنيه عن التعريف، هي السباينال part of deltoid أو the posterior part of deltoid اللي يعمل origin، الorigin ما تيكون بالscapula أو بالspine of the scapula بهذا المعنى. طبعا هذه بهذه النقطة هي الانفيرير انجل، مثل ما قاعد نشوف الانفيرير انجل اوف ذا سكابيولا، وهذا اذا نتذكر هو عبارة عن الترانجل اوف اسكلتيشن، اسكلتيشن اللي نعمل من عنده نتحسس نقدر نسمع الرئة، وهذا الترانجل اوف اسكلتيشن مثل ما قاعد نشوف هذا الانفيرير بارت من عنده، او سوري الانفيرير بوردر هو عبارة مكون من الاسمس دورسي، وهذا البوردر مكون من الترابيزيوس، ويكون هذا البوردر مكون من الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. ننتقل للسلايد الثاني، مثل ما قاعد نشوف احنا هسه اللي سويناه شنو، انه مجرد انتزعنا الترابيزيوس حتى تبين عندي باقي العضلات. فطبعا هذه هي راح تكون هي الترابيزيوس، مثل ما قاعد نشوف الترابيزيوس احنا قصيناها، وطبعا راح نقول عليها ريفلكتد، يعني انه قصيناها وعقفناها بهذا المعنى. هذه العضلة اللي هي الفيتر سكابيولي او سكابيولاي، فيتر سكابيولاي مسل، هذا طبعا هنا هذا السباين اوف ذا سكابيولا، مثل ما قاعد نشوف رقم 14 هذا السباين اوف ذا سكابيولا، وهذا طبعا المفروض تكون السوبريور انجل مالته مال السكابيولا، وهذه هي طبعا الليفيتر سكابيولي. هنا طبعا بال يعني بالسلايد الاول كان كل شيء واضح، كان كل شيء واضح. الان بدأت شويه يعني انه عباره عن هاي كلها لحمات، شلون راح اميز ما بين العضلات؟ كلها عباره عن لحم، شلون راح اميز؟ اللي راح يخليني اميز اول شيء اكو حكمه تقول انه العين لا ترى ما لا يراه العقل، فبالاول خلي اني اخلي عقلي بالاول يشوف قبل عيني. شلون اخلي عقلي يشوف قبل عيني؟ عقلي شلون راح يشوف؟ معلومات مخزونه بي راح يشوفها. أنا من نظرتي أساساً أنا هسا عندي الجسم البشري، جسم البشري أنا قاعد أنظر له من الخلف، قاعد أدور على شنو؟ على عضلات وأجزاء من العظام، عضلات وأجزاء من العظام. طيب العضلات أنا خليها بدماغي، أنا كم عضلة موجودة عندي حافظها أصلاً؟ لحد الآن إحنا عندنا 15 عضلة فقط، تعرفنا على 15 عضلة. بالبوستيرير كم عضلة أنا عندي بالبوستيرير؟ أنا عندي العضلات بالبوستيرير راح أقسمهن إلى قسمين، الـ superficial posterior axioventricular muscles والديب posterior axioventricular muscles، يعني عندي superficial وعندي ديب، يعني مجموعتين. superficial مكونة من شنو؟ من ترابيزيوس، وهاي ترابيزيوس قصيناها وشلناها وخلصنا منها.
اللاتسمس دورسي، هاي هاللاتسمس دورسي حتى انكشف هاي اللامبر. اوكي، هاي طبعا هي اللي جوا راح تكون، هذه هي عباره عن الابنيوروسس اللي راح يوصلها بالسباينال كورد، واللي تحت منها راح تكون هي عباره عن الثراكا لامبر فاشا. فهذه اللاتسمس دورسي ايضا انا خلصت من عندها بهذا المعنى. الان اللي افكر باقي العضلات، باقي العضلات شنو عندي؟ طبعا اني احدد اول شيء عندي هذا راح يكون هو عباره عن الميديال بوردر او ذا سكابيولا، هاي اني حددتها. قبل هاي احدد ايضا عندي هذه، طبعا انا خلصت من هاي الترابيزيس، هذا حددت انه الميديال بوردر او ذا سكابيولا، هذا حددت انه السباين اوف ذا سكابيولا، هذه السوبريور انجل، هذه الانفيرير انجل. فاني حددت، صار عندي فكره واضحه، واني اساسا الجسم البشري مخزون بدماغي ك شيء 3D عنا، لأنني درست هواية وفهمته ودرست صور كانت أقرب إلى الواقع، ولكن الآن هاي الصور واقعية يمكن راح تخليني أخلط الأمور. ولكن من أتذكر أن الجسم البشري هو مو عبارة عن عمارة، هو كلها يعني قطعة صغيرة، يعني حجمه صغير، فأني أقدر أتنبأ بالشيء الموجود. طبعا مثل ما قاعد أشوف هذه الرومبويد ميجر وهذه الرومبويد ماينر. طبعا احيانا تكون الرومويد ميجر وماينر كلها متصله، يعني اكو فاريشنز، ولكن بالعاده يعني غالبا تكون مفصوله، ولكن احيانا ممكن تكون عادي. يعني طبعا هذا الروت اوف ذا سكابيولا، روت اوف ذا سكابيولار سباين. فاني حددت الميديال بوردر، عرفت اني بالميديال بوردر اعرف انه اني عندي، اعرف اني مسبقا، يعني مسبقا اني اعرف هذا الشيء، مو هسه قاعد اتعلمه، لا اني مسبقا اعرفه، هسه قاعد اطبق اللي اعرفه. اني اعرف بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا عندي ليفيتر سكابيولي، رومبويد ماينر، وبعدين ميجر، راح تشغل كل هاي المنطقه بالسكابيولا. فاني اللي محتاجه بشكل اساسي انه احدد السكابيولا وين اصلا، واحدد الميديال بوردر مالته. مثلا مثل ما قاعد نشوف هذا هو هنا، يعني هذا هو عبارة عن spine of the scapula. فالspine of the scapula من يتصل بي؟ يتصل بي عضلتين، لفوق تتصل بالترابيزيس، وهاي جزء من الترابيزيس، وهاي الترابيزيس قطعناها وخلينا سوينا لها reflection ورفعناها لفوق. عندي الجزء الثاني اللي من الأسفل راح تتصل بالدلتويد، فهذا spinal part of the deltoid أو posterior part of deltoid spinal fibers بهذا المعنى. فأني هذا كله حددته مثل ما قاعد نشوف هاي الدلتويد مصل، فهذا أنا حددته. الآن أجي لهنا، هذا أنا هاي بهاي المنطقة شنو المفروض يكون عندي تحت السباين؟ شنو ممكن يكون عندي تحت السباين؟ تحت السباين وتحت، أوكي، ديب inferior للسباين of the scapula وديب للدلتويد deltoid مصل. منو ممكن يكون عندي؟ أول شيء الانفرا مثل ما قاعد نشوف، خلي نرسمها بشكل أدق. هذه راح تكون طبعا هذه هنا حتى نحددها، انا عندي يعني الى حد ما واضحه، ما اعرف اذا تكون واضحه ولا لا، ولكن هذه راح تكون الانفرا، سوري التيرز ماينر، هذه رقم 16 راح تكون التيرز ماينر مصل. وهذه طبعا اكيد هذه من هنا، هاي كلها سوري هاي، اوكي هاي تقريبا راح تكون يعني فقط هذه التيرز ماينر وهذه التيرز ماينر بهذا المعنى. عندي هذه الانفرا سباينيتس مصل، طبعا هذه السوبرا سباينيتس مصل بهذا المعنى. فاني صرت احدد الاشياء اللي بالنسبه لي راح تكون لاند مارك، يعني بالنسبه لي علامات، علامه واضحه بهذا المعنى. فاني حددت كل المصلص هسه اللي احتاجن. طبعا هذه راح تكون هي عباره عن اللونج هيد اوف ترايسبس، فارجع اراجع كل اللي موجود هنا بشكل مختصر. طبعا هذه كلها مثل ما قاعد نشوف، هذه جزء من الترابيزيس، هذه جزء من الترابيزيس، هذه جزء ايضا من الترابيزيس، هذه لاتسمس دورسي، بعدين عندي ذني الرومبويدز، قبل الرومبويدز عندي هذه ليفيتر سكابيولي، تحت منها رومبويد ماينر وميجر، عندي هذه السوبرا سوبرا سباينيتس، هذا طبعا سباين اوف ذا سكابيولا، هذا السوبريور انجل، هذه الانفيريور انجل، هذه الانفيريور انجل اوف ذا سكابيولا، سوري هذه الانفيريور انجل اوف ذا سكابيولا. وعندنا طبعا هذه راح تكون هي التيرز ماينر، تيرز ميجر، انفرا سباينيتس وسوبر سباينيتس، وعندي هذه الدلتويد سباينال سباينال بارت او بوستيريور بارت، وراح يكون عندي طبعا هذه اللونج هيد اوف ترايسبس.
فلما أني بدماغي أساساً أني حافظهن ومرتبهن بدماغي، ودماغي قاعد يشوفهن بشكل واضح. يعني أنا هسه بدون هاي الصورة خلي تروح، أوكي، أقعد أني مجرد أتخيل بيني وبين نفسي، أقدر أتخيل شكل مماثل لهذا الشكل. طبعا هذه هي صورة أخرى، أيضا تقريبا نفس الصورة. الآن إحنا شنو اللي سوينا؟ الآن شلنا هذه الدلتويد، مثل ما قاعد نشوف هذه جزء من الدلتويد، هذا البوستيرير بارت أو البوستيرير بارت أو نسميه أيضا السباينال بارت من الدلتويد، إحنا شلناه. وأول شيء الترابيزيوس، طبعا الترابيزيوس راح تكون متصلة هنا، جزء منها راح يكون متصل هنا، وهذه هي الترابيزيوس. اوكي، هذه ترابيزيوس كلها احنا قصيناها من هنا. ما اعرف اذا مبين عندكم اكو اشياء بعد متصله الفاشه مالتها او هيجي شيء. قصيناها من هنا وشلناها، هي هاي كلها ترابيزيوس بهذا المعنى، هذه ترابيزيوس وخرناها. بعد شنو اللي بقى عندنا؟ طبعا هذه راح تكون هذه الليفيتر سكابيولي رقم 6. اوكي، رقم 6 الليفيتر سكابيولي مثل ما قاعدين نشوف. فاني قبل كل هذا اجي احدد بالاول هذا السباين او ذا سكابيولا واضح عندي، هذا الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. صار عندي السباين والميديال بوردر. طبعا الانفيريور انجل هي هاي عباره عن الانفيريور انجل، مثل ما قاعد نشوف الانفيريور انجل هذه وياها. فهسه اجي احدد منو يتصل بالسكابيولا. اول وحده قاعد نشوف ان هذه اكو لحمه متصله بيها، طبعا منو يتصل بالانفيريور انجل؟ ما عندي غير الليفيتر سكابيولي. عندي بعد اللي تحت من الليفيتر سكابيولي راح تكون الرومبويد ماينر والرومبويد ميجر. هذه القطعه اللي شلتها من السوبرفيشال للرومبويد ماينر وميجر وكل ذني، طبعا ماكو غير الترابيزيوس. هذه العضله ما ممكن تكون غير لاتسمس دورسي. أجي للسكابيولا نفسه، السكابيولا كانت متصلة بهذه العضلة اللي سويت لها قصيتها وسويت لها ريفلكشن، وبعد أكو جزء من عندها الأبانيروسس مالتها الأتاتشمنت مالتها، وجزء منها أيضا بعدها متصل، لكن أنا قصيته ووخرت، قصيت جزء بقيت جزء، هذه الدلتويد. فأجي أفكر هذه منو؟ هذه هي عبارة عن السوبرا سباينيتس مصل رقم 7، السوبر سباينيتس مصل اللي تحت من طبعا السوبر سباينيتس، لأنني بالأول لازم أحدد السباين أوف ذا سكابيولا وين حتى أقدر أقول هاي سوبر سباينيتس. الإنفرا سباينيتس طبعا راح تكون inferior للسباين أوف ذا سكابيولا والديب للدلتويد، فراح تكون عندي هاي كلها عبارة عن الإنفرا سباينيتس. هذه الديب فاشا والديب فاشا اوف تيرز ماينر، وهذه ايضا كلها تيرز ماينر، هذه تيرز ميجر، خطي هذا تيرز ميجر ما تمو قويه ضعيفه. يا طبعا اكيد اذا كان مرن هذا ما مرنها، شو ما اقول لكم روحوا للجيم بهذا المعنى. عندي طبعا هذه رقم 15، هي عباره عن لونج هيد اوف ترايسبس، ايضا صغيره يعني، ومن الواضح ان هذا سكيني يعني ما يتمرن بهذا المعنى. فهذه كانت ابرز الشغلات. طبعا هذين النيرفز والى اخره احنا ما تحدثنا عنهن، ان شاء الله مستقبلا نتحدث عنهن ونجي لهذه الصوره نفسها ونقدر نحددهن ان شاء الله. طبعا هذه الصوره الى حد ما صوره توضيحيه توضح الاشياء الاساسيه. طبعا هذه الرومبويد ماينر وهذه ميجر، هذه الليفيتر سكابيولي، وهذه طبعا راح تكون الدلتويد، هذه كلها الدلتويد، وطبعا هذه راح تكون هذه ال هذه التيرز ماينر. اوكي، هذه التيرز ماينر رقم 8، سوري التيرز ميجر، تيرز ميجر هذه طبعا مشطبها يعني الى الامام. اوكي، من مشطبها يعني مبينه الى الامام، هذه الداشت يعني الى الامام بهذا المعنى، هاي ما انتبهت عليها صراحه. فمن تكون داشت غالبا يعني الصور نانا هاي اللي تكون داشت هيجي، فيعني معناتها قصده يقصد لي الى الامام. هذه طبعا لانه الى الخلف مو داشت، فراح اقول عليها الى الخلف، وراح تكون هي عباره عن التيرز ماينر. هذه كل الاشياء. طبعا هذه هنا راح تكون المفروض الانفرا سباينيتس بهذا المعنى، مثل ما اشوف انفرا بلو. اوكي، وهذه السوبرا ايضا راح تكون بلو بهذا المعنى. هذه الصوره توضيحيه يعني، مجرد انه يعني مجرد قاعد يوضح، فببساطه انه احنا نقدر يعني نعرف المصاصه الموجوده هنا.
وصراحة هي هاي الصورة يعني تخربط أكثر من ذيك الصورة، ولكن بالنهاية صورة توضيحية. طيب عندنا هسه نجي للأنتيرير بارت. هو المفروض كان الأنتيرير بارت أول، ولكن هو المصدر نفسه هذا خال البوستيرير بارت أول. المهم عندي هذه راح تكون، بس احنا راح نتحدث عن البوستيرير أو سوري على الأنتيرير أجزية، أنتيرير أجزية أوبنديكولار ماسلز. طبعا هذه غنية عن التعريف، هي عبارة عن تيرز ميجر. تيرز ميجر بيها جزئين، الجزء اللي هو طبعا هذا الكلافيكال. احنا بالاول نحدد العظام، مهم انه نحدد العظام. هذا الفوق هو الكلافيكال، مثل ما قاعد نشوف هذا الكلافيكال، كلافيكال رقم 16. اوكي هذا الكلافيكال فوق، هذا طبعا الاكروميان. اوكي الاكروميان رقم 2، الاكروميان هذا جزء من الترابيزيوس، فاني حددت الترابيزيوس، حددت الاكروميان، حددت الكلافيكال، احدد الاسترنم هماتين. هذا المانوبريوم، المانوبريوم راح يكون مباشره، طبعا هذا حدوده مباشره راح يكون تحت. وهذا الجوجيولار نوتس، هنا الجوجيولار نوتس نعرف شنو الجوجيولار نوتس. هذا طبعا المانوبريوم. اوكي المانوبريوم استرناي هو مسميه، يعني اللي تابع للاسترنم، وهذا راح يكون البودي. اوكي هذا البادي ويوصل لهنا، وهذا الزيفويد بروسس. فاني حددت الاشياء البونز حددتهن. اجي هسه طالما هذا هذا كله الكلافيكال، فهذا كله الجزء، خلي ارسم افضل. هذا كله الجزء تقريبا اوكي يوصل لهنا تقريبا. اوكي هذا كله عباره عن الكلافيكولار هيد اوف ذا pectorals major. اوكي هذا كله clavicular head. طبعا هذا الباقي ما تبقى هو عبارة عن الاسترنال head، مثل ما قاعد نشوف هذا عبارة عن الاسترنال head، ينزل لهنا هم. هذا عبارة عن الاسترنال head، كل هذا external head، يعني هذا كل الاسترنال head اللي هو طبعا نعرف انه راح يكون اكبر يعني، والclavicular head راح يكون اصغر واضعف بهذا المعنى. طبعا هذه هي عبارة عن دلتويد، هذه كلها راح تكون الدلتويد مصل، هذه راح تشغل كل هذه المساحة. هذا الجروف أو طبعا يوصل لهنا يكون تريانجل، ولكن هذا كله راح يكون جروف اسمه دلتو بكتورال جروف، وهنا يوصل يصير دلتو بكتورال تريانجل. راح يكون كله مكون بسبب انه وجود عندي الدلتويد والبكتورالز ميجر، حيكون اكو فراغ ما بيناتهم. طبعا راح يمر ب الفين اللي هو السيفاليك فين، هذا الشيء نعرفه مسبقا. هذه كل الفكره يعني. هذه اغلب الاشياء. طبعا هذه السيراتس انتيريور، ما تحدثنا عن هذه السيراتس انتيريور، مثل ما قاعد نشوف هذه الديجيتس مالتها، الديجيتيشن مالتها مثل ما قاعد نشوف. فصارت أدي واضحة إنه هذه الكلافيكال، مانوبريوم، والبودي أوف ذا سترنوم، الزيفويد، كلها حددناها بالأول. نحدد البونز حتى نقدر نحدد الأتاتشمنت، ومن الأتاتشمنت راح نحدد المسلز بالضبط شنو. فهذه كانت الأفكار الأساسية. طبعا هذه ما تحدث عنها، هذه الكلافيكولار هيد أو الكلافيكولار بارت أوف دلتويد، وهذه راح تكون الأكروميال هيد أو الأكروميال بارت بهذا المعنى. فلازم أني أفصل، لازم أميز الأجزاء مال العضلة، لأنه ممكن مثلا يجي يكون إشارة السهم، يعني أنا اللي أدري بيه انه اكو جامعات تمتحن على هيج نوع من الصور، فيجي يحدد انه هذه شنو، يحدد هنا ويقول لي انه هذه شنو بالضبط، اكتب لي اسمها. طبعا يخلي لي عليها مثلا رقم 6. ممكن اكو طلاب يقول له هذا البكتيرالز ميجر كلها، بس المفروض يعني الادق يقول له هذا الكلافيكولار هيد اوف ذا بكتيرالز ميجر. فلازم انه اني احدد. انا سمعت قبل شوي قلت لكم انه هاي الدلتويد، وبعدين فصلت قلت انه هذه الكلافيكولار clavicular part وهذه الacromial part. فلازم احدد، مطلوب مني انه احدد، لانه انا وظيفتي انه احدد، وظيفتي انه اقول كلمة دقيقة، لانه انا من قاعد ادرس اناتومي، يعني اريد اصير اناتومست، واني طبيب، فلازم كلامي يكون دقيق. مهم الاناتومي علمنا الدقة، والدقة مطلوبة جدا مطلوبة. طيب طبعا هذه الصورة توضيحية، هذه يعني المفروض تكون لكم يعني. هذه السبكليفيان، اوكي سبكليفيس مسل سوري. هذه هي طبعا الزرقاء،
هذا السب كليفيوس، والزرية الثانية اللي هي عبارة عن السب سوري البكتيرالس ماينر، طبعا هي 3 اوكي 3 مو 1 يعني 3 4 5 هو خالها هنا يعني المفروض هاي، بس يمكن اكو فاريشنز يعني عادي نتوقع هيك اشياء. طبعا هذا هذه البكتيرالس ميجر، هذا الكلافيكولار هيد، وهذه الاسترنوكوستال هيد البقيه. طبعا هذه راح تكون هي عباره عن مثل ما قال نشوف هذه السبسكابيولاريس، وهذه راح تكون هذه هي عضله ثانيه مو مهم شنو هي كاروكا بريكيالس بعد ما اخذناها. طبعا عندي هذه الخضراء راح تكون هي عباره عن السيراتس انتيرير بهذا المعنى، هي يعني مجرد رسم توضيحي ولكن لطيف. طبعا هسه احنا قصينا البكتيرالس ميجر، اريد نتعرف جوه شنو اكو. طبعا اول شيء نلاحظ انه هذا مو الكلافيكل، هذا مو الاسترنم، تحت الكلافيكل مباشره شنو اكو؟ اي عضله تحت الكلافيكل مباشره اكو غير السبكليفيس رقم 11 سبكليفيس مصل، ماكو غيرها، فهي هاي السبكليفيس. طبعا هذه البكتيرالس ماينر، اوكي هاي البكتيرالس ماينر غنية عن التعريف لأنه هي راح تكون يعني تحت ديبلي البكتيرالس ميجر. الأكروميان هذا، الكلافيكال هذا، الاسترنم هذا، هذه هي أبرز العضلات. طبعا هذه دلتويد، أوكي هاي رقم 6 هي عبارة عن دلتويد مسلز. طبعا هذا هنا راح تعمل انسيرشن بالهيومرس، وهذه أغلب الأشياء. هذه يعني بكتيرالس ميجر سويناها ريفلكشن، وهاي جزء بعد باقي، هاي كل هذا جزء من البكتيرالس ميجر. فهذه الصورة لطيفة أنه أحسها قريبة يعني عن قرب، فأتمعنوا بها جيدا لأنه لطيفة. طيب عندنا هذه الصورة، طبعا هذه الصورة مو لطيفة بالنسبة لكم لأنه ما واضح تقريبا بها، يعني أول ما تشوفوها عبالكم يعني لحمة، هاي مخذية لحمة مال دجاجة، لا أو لحمة مال طلي، لا هاي مو لحمة مال طلي أو مال خروف، لا هاي عبارة عن إحنا ماخذينها السلاترال، أوكي لاترال أسبكت من الهيومن بادي. هذا راح يكون هذه عبارة عن البكتيرالس ميجر، هذه رقم 17 عبارة عن البكتيرالس ميجر، وهذا راح يكون الأنتيريور أكسيلاري فولد. الانتيريور اكسيلاري فولد اللي راح نتحدث عنه بالمحاضره الجايه مباشره بعد هذه المحاضره، راح تكون اكو محاضره اخرى عن الاور لم راح تتحدث عن الاكسيلا. فاول شيء راح نحدد البوردرز اوف ذا اكسيلا اللي راح تكون الانتيريور اكسيلاري فولد اللي هو هذا مكون من البكتيرالس ميجر فقط، اوكي من البكتيرالس ميجر فقط. طبعا عندي هذه راح تكون اللاتسمس دورسي، هذه راح تكون اللاتسمس دورسي اللي راح تكون البوستيريور اكسيلاري فولد. بوستيريور اكسيلاري فولد طبعا مو بس هي، ايضا تيرز ميجر، ايضا هي وتيرز ميجر، اثنين تيرز ميجر لاتسمس دورسي كون البوستيريور اكسيلاري فولد، ولكن حاليا الموجوده عندي هي اللاتسمس دورسي، هذا الشيء واضحه. طبعا رقم 21 راح تكون السبسكابيولاريس، سبسكابيولاريس راح تتصل وين؟ راح تتصل بالهيومرس، اوكي راح تتصل بالهيومرس وتتصل بالسبسكابيولار. طبعا كلش واضحه هنا، كلش واضحه، ولكن هي العضله اللي راح تكون موجوده تحت، يعني ماكو غيرها، يعني راح يكون بهاي المكان بهذا المعنى. عندي طبعا هذه الديجيتيشنز الواضحه، من العضله اللي عندها ديجيتيشن ديجيتس هي سيراتس انتيرير بهذا المعنى. فهذه تقريبا كل العضلات اللي مبينه هنا. طبعا هذا اللي يسأل هذا شنو، هذا عباره عن جلد، يعني مقصين الجلد هنا ما شايلي عايفين، فهذا جلد اسود يعني كما يبدو افريقي. طبعا عندنا هذه ما قبل الاخير، بعد اكو صوره تقريبا تشبهها وهي نفسها تقريبا. طبعا هذا اول او قبل هذا، خلينا بالدلتويد. الدلتويد ويا من تتصل، هذه مبينة الدلتويد، يعني هذه شنو هسه هاي عبارة وين هاي موجودة؟ هاي شالو الثوركس، اوكي او مو شالو الثوركس، خلعوا الايد من ورا الابر لم، خلعوه وطونا بس الابر لم، اوكي بس الابر لم. احنا كنا شنو نشوف؟ كنا نشوف الترانك والابر لم، هسه هذا بس الابر لم. الابر لم شنو موجود بيه؟ طبعا هذا الدلتويد، مبينة هاي الدلتويد، هاي هذه الدلتويد مصل،
وعندي هذا الكلافيكل، قاطعي الكلافيكل من باقي. شلون عرفت انه هذا الكلافيكل؟ لانه اولا مبين لونه مختلف عن باقي، يعني هذا كله لحم مبين، وهذا مبين انه اكو شيء صلب. فشيء صلب منه عظم، يعني العظم اللي يكون اللي تتصل به الدلتويد منه هو بالضبط، ماكو غير الكلافيكل يعني بهذا المعنى. طبعا عندنا هذه العضلة اللي قاعد نشوفها، هذه السبسكابيولاريس، سبسكابيولاريس مصل. طبعا هذه راح تكون التيريز ميجر، اوكي تيريز ميجر، وهذه راح تكون قريبة من عندها اللاتسمس دورسي، وهذه راح تكون اللونج هيد اوف ترايسبس اللي هي الموست ميديال، وبعدين توقف، توقف بهذه الطريقة بهذا المعنى. هذه تقريبا اغلب الاشياء، هاي تقريبا كل الاشياء الموجودة بهاي الصورة. ننتقل لهاي الصورة اللي هي تقريبا يعني نفس الصورة، فما راح نتحدث عن الاشياء اللي نفسها، راح نتحدث على اشياء مختلفة. هذه هي طبعا، هذه رومبويد ميجر، اوكي رومبويد ميجر لانه وصلت لهنا، هاي كلها رومبويد ميجر بهذا المعنى. هذه طبعا السبسكابيولاريس. هنا السؤال، السيراتس انتيريور تجي تتصل بالميديال بوردر اوف ذا سكابيولا، ميديال بوردر اوف ذا سكابيولا تتصل بها السيراتس، الانسرشن مال السيراتس انتيريور راح يكون الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. طيب ليش ما قلت انه هذه جزء من السيراتس انتيريور؟ ليش قلت رومبويدز؟ ليش فكرت انه هاي رومبويدز مو سيراتس اذا كانت هي تقريبا بنفس المكان تتصل بها رومبويدز؟ الفكرة بسيطة، انه اني مو قاعد اشوف هذا مبين، هذا السباين هذا عظم، سوري مبين هذا الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا. السيراتس انتيريور تيجي تتصل بالانتيريور اسبكت، يعني راح اشوفها متصلة بهذا المكان بالضبط. فاني اذا هذا المكان قاعد اشوفه يعني معناته ماكو سيراتس انتيريور بهذا المعنى، لان هاي السيراتس انتيريور راح تيجي تتصل هنا، فاذا قصوها راح يبين عندي هذا الشيء، اذا ما قصوها ما راح يبين عندي هذا الشيء بهذا المعنى. هاي معلومة يعني لطيفة، اوكي. فراح تكون هذه هي عبارة عن رومبويد ميجر مصل، او فوقها طبعا راح تكون رومبويد ماينر. ليش قلت ميجر ما قلت ماينر؟ لانه قاعد نشوف انه هاي كلها متصلة او واصلة لهنا، رومبويد ميجر رومبويد ماينر ما راح توصل لهنا ابدا بهذا المعنى. طبعا هذه نفس الصورة، فما راح ادقق على كل الاشياء، مجرد دققت على الاشياء اللي ما موجودة بهذا المعنى. وهذا تقريبا كان كل شيء بهذه السلايدات. لهنا شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني، انتهت عندنا المحاضرة، محاضرة اليوم كانت هذه المراجعة الثانية للأبر لم، المراجعة الأولى، وكل لحد الآن هذا الفيديو رقم 21. أكو أكيد بعد فيديوهات كثيرة راح تنزل، فتابع القناة، كيف فعل جرس الإشعارات حتى يوصلك كل جديد وأول بأول، تكون أنت متابع أول بأول. وأيضا كل الملفات وكل الروابط اللي راح تحتاجها موجودة أسفل بالدسكريبشن، تقدر أنه توصل لكل شيء تحتاجه، تقدر تتواصل وياي بشكل شخصي، تقدر يعني تتواصل، أكو قناة تليجرام منزل بها أحيانا يعني أشياء معينة، نصائح مختلفة ما أقدر أنزلها بقناة اليوتيوب، لأنه قناة التليجرام النشر بها يكون أسرع النشر آني، بينما هنا يمكن الآن أنا أسجل هذا الفيديو ويمكن راح ينزل لكم بعد يومين أو يوم كامل. فلهذا السبب أنصحكم أنه بمتابعة قناة التليجرام حتى تستفادون، وأيضا أنا أنشر بها ملفات PDF وكتب وبعض الأشياء اللي أحيانا شروحات بشكل voice يعني، فراح تستفادون منها كلش. وأتمنى أيضا لايك سبسكرايب وتشاركون القناة حتى توصل لأكبر عدد، ونقدر نساعد بعضنا، نتعاون مع بعضنا، التعاون شيء حلو وإحنا محتاجين. نلتقي بفيديو آخر.